اوكي يا طار، رجعت لكم بفيديو جديد من فيديوهات النودلز. اين انتم يا عشاق النودلز الكوري العالمي الحار السبايسي السبيشل؟ اليوم عندنا نودلز من نونغشيم، هاي الشركة الكورية المعروفة والشهيرة، واليوم اصدارهم بحري. شوفوا لي هاي النودلز سبايسي، مثل ما تشوفون هنا مكتوب سي فود and spicy، يعني مأكولات بحرية وحارة. وصراحة متحمس لهاي النودلز، اريد اجربها من نونغشيم، شركة عالمية منافسة الساميان الكورية. وبخمسة هذا السيت، وهنا عد الماء على وشك ان يفور. خلونا نسوي لها ريفيو. هوبا، لو 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 لو، شنو هاي النودلز؟ طبعا راح اطلعهن هنا، اخليهن اول شيء وبعدين افرغهن بالماي كلهن. الرصاص، وهاي التوابل البحريه طبعا مالتها، وهنا الباودر، فلفل باودر، هو اقوى من الصاص. هذا يصير ساميان تشتغل صاصات، ونونغشيم تشتغل باودرات، وراح يولعونا الكوريين. وهذه النودلز مثل ما جاي تشوفون سميكة طبعا. يلا خلونا نبدأ نضيفهن بالماي. هوبا هوبا هوبا، يلا رابعة، وبعد عندي وحدة هنا طبعا. الفتفات مالهن جاي همين شوية مفتفت، هسه فرغه كله جيد. اوكي، هاي شويه فتفات همين نضيفه، ممتاز. وننتظرها. ها طبعا لازم اضيف التوابل وياها فورا، لان هاي التوابل لازم تستوي. شوفوا لي اياها، شنو هاي؟ لا لا لا، شنو هاي التوابل؟ اعشاب بحريه، مدري شنو، مجففة، شغلات ممتازة صراحة. اوه، شنو هاي الريحة البحرية القوية اللي طلعت بيها؟ واو، بعد بعد توابل، بعد بعد بالك قاعد على البحر. صراحة توابلها سبيشل، ممتاز. اخر وحدة نطقها خبطة شوية. اوه، النودلز سميكة، نضيف شوية، 4 إلى 5 دقائق. نوب، نضيف لها الباودر. اتصور حان وقت الباودر الفلفل. يلا، ولهم عشاق السبايسي. شنو هاي الروائح البحرية يا ناس، صراحة ريحتها هسه ريحة الفلفل والبهارات والتوابل. لا لا لا، نودلز سبيشل، هاي سبيشل. يلا نخبط نخبطها، بعد وبعد وبعد، يتغلغل الفلفل بأعماقها جوه. واو، اوكي، شوفوا لي شلون صارت، نشف مايها وتدمست الدمس، وانتهت عدنا النودلز. يلا خلونا نفرغها هنا. يا واو واو، شوفوا لي هاي النودلز، شوفوا لي عجبت هاي الصينية طبعا على مود تبرد. هو لا 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 لا، شلونكم بيها يا ابطال هاي النودلز؟ شنو صار بيها حكاكة؟
حتى الشاقة شيل في المكتة نمشي الهكلها توابل هنا الأعشاب البحرية والحكاكة النودلزية الكورية الله نفرشها تبرد الحرارة بركانية وهي من أنا حارة سبايسي شنو صارت أوكي أوكي ما أرد أبذر منها أي شيء هاي النودلز لأن ريحتها رهيبة لازم تبرد شوي اوكي على ما تبرد يا ابطال واجيكم بالموك بونج خليها شوية فد 10 دقائق ويلا خلونا نبدي يلا بعدها حارة لا 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 خليتها تقريبا 10 دقائق وبعدها حارة المهم شوفوا شلون دمسه تسمعوا الصوت جاي تسمعون الصوت من احرك بالشوبستيكس بعدها حارة بس شو تسوي يلا تفضلوا عشاق النودلز هذا شكلها صار يا اخي شنو الطعم طعم خيالي يا ابطال صراحة هاي النودلز رهيبة لك شنو هذا الطعم البحري القوي بيها بحرية هذا شكلها لا لا ونوعية النودلز واو شنو هاي نوعية النودلز مثل ما جاي تشوفون سميكة واو سميكة وتحس بيها شلون اوصف لكم اياها تندر ما ادري وهاي التوابل عليها رهيبة صراحة فد نودلز رهيبة خلوني اعلنها وبكل صراحة بس خلوني بعد شوي لا استعجل واو نعم افضل نودلز اكلتها لحد الان من الشركات الكوريه ومن كل الشركات بالعالم سولف لنا على السبايس ليفل يا امير بروز الحراره شنو حراره انا ما ادري شو قاعد اشوفها يعني بالنسبه لي حرارتها زينه مو كلش كلش قويه بس يجوز غير اذا اجربها كلش حاره يعني أنا دائما أكل نودلز كوري حار وواقف واو سبايسي يعني حارة بيها حرارة قوية أو واو بالبداية يمكن
ما فرز نتحيح او بس شوية هسه والله تشتغل. راح يكون يمكن تحدي صعب. اللي يعجبني بيها التدميسة مدمسة. اعذروني طبعا بس النودز حارة. شو اسوي؟ حارة شو اسوي؟ خلوني شوي اكل بالشوكه اسرع، لان كل ما تزيد المده كل ما يصعب التحدي. يا ابطال، الحراره. طبعا سمحوا لي اشرب حليب واكمل يعني شلون بالله. انا دائما اسوي تحديات حراره بدون شرب سوائل واحر من هاي النودلز، بس هالمره يا ابطال اريد استمتع بنودلز، يعني شويه سمحوا لي اريد استمتع بالنودلز مالتي يا ناس. يعني هسه شيء بس اول لقمتين ثلاثه طعمها، بعدين طعم حار تحس حراره تضايقني الحراره ما راح تخليني. شوف دربي، واو شنو انت يا حليب والقدره اللي عندك تطفي وتبرد السبايسي نودلز. واو رهيبه. درجة الحرارة ناقص 7 تحت الصفر، كل لو جاي احس بروحي ميت من الحر. هاي طبعا برا اكيد ناقص 7 مو داخل البيت. إنها حارة جدا الآن، ولكنها لذيذة جدا بنفس الوقت. خصوصا هاي الجزء الأخير من النودلز بيصاص كمية كبيرة.
شكوزني. شوف الحرارة القوية مالتي. شكوزني. لو جايب لي خاشوق هسه هاي شو. خلونا نطرمش شوية اتشيب شوية. يعني اتشيب شوية شكل صعب بسم اللينا. شبس الذرة الحرارة. سووا لايك يا أبطال، دعموني بمشاركة، تعليق حلو. لأن تحدي صعب صراحة، ما توقعت أي شيء. القليل من الحليب. لذيذ جدا. آخر ما تبقى. صدقوني حارة، يعني إذا شخص ما متعلم على الحرارة يمكن خاشوقة وحدة هاي ما يقدر يأكلها. مرة من المرات صديقي قال لي أبي أجرب هاي النودلز الكورية، قلت له يابا حارة ما تفيدك. قال لا، أنت تأكل صينية وسيت كامل. قلت له مو أنا متعلم. قال هسه حتى لو متعلم يعني تأكل لك وحدة شيس من هذا يعني مو خمسة سيت. قلت له كيف أخوي، تعال جربها. المهم سويت له وحدة ومدري شنو هاي، رتبتها اكس وان من هاي. يعني حرارتها تعتبر عندهم عند الكوريين عند هاي الشركة ساميان، يعني مو كل الكوريين يأكلون هيك حار. أقل شيء يعني بيها هي لفلات، يعني مستويات من الحرارة. فأكل أول ما بدأ أنا قلت خاف ياكل
لقمة كبيرة ويختنق من الفلفل او يصير بيه شيء. قلت له جرب اول شيء وحده لا تاكلها كلها. قال اه. قلت له شوف جرب بس هيك هالطعم. شغير راح ركض على الثلاجة، لا خلى حليب، لا خلى ايس كريم، لا خلى مدري شيء. قلت له شو القضية؟ قال لي شو هاي حارة؟ قلت له انا ايش قلت لك؟ حسبال الحرارة مالتها مثل هاي الشطة او الصاصات العادية. خد شبسة يا ناس، هاي النودلز حارة حرارتها قوية. آه. فأنتم ما عليكم بيا مثل شوفوني اكل سية ما يشيلوا، مو زين عليكم. يعني مثل كلك وحدة استمتع بيها، شوف قابليتك. انتهت. واو.